زالت تتواجد 3 مباريات فقط على نهاية مونديال روسيا، فبعد مواجهة اليوم بين فرنسا أمام نظيره البلجيكي في الدور النصف نهائي، ستواجه إنجلترا بالدوري ذاته المنتخب الكرواتي، ثم مباراة الثالث والرابع والنهائي الأحد. على الرغم من تقلص عدد المنتخبات 32 المشاركة في المونديال إلى 4 فرق فقط تتنافس على اللقب، إلا أن هناك بعض الدول ما زالت رائحتها تفوح بالمونديال، ذلك عبر مشاركة لاعبين من دورياتها مع هذه المنتخبات أو وجود لاعبين تعود أصولها لهذه الدول. الدوري الإنجليزي يشارك حتى الآن 40 لاعبا في كأس العالم، يلعب معظمهم مع منتخب الأسود 3 كأكثر دوري متواجد به لاعبين في المونديال، فيما يأتي الدوري الإسباني في المركز الثاني 12 لاعبا على الرغم من توديع لاروخا للبطولة من دور 16 أمام روسيا. فرنسا أحد أهم المرشحين حاليا باللقب، يشارك من دوريها 11 لاعبا في البطولة، فيما تشارك ألمانيا التي ودعت المونديال من الدور الأول 9 لاعبين من البوندسليغا، بينما يتواجد دور الإيطالي في تلك القائمة حيث يشارك 8 لاعبين. أما عن القارة الإفريقية التي ودع ممثلوها 5 المونديال من الدور الأول، ما زال يتواجد 22 لاعبا في الدور النصف النهائي حيث تعود أصولهم للقارة السمراء. يمتلك المنتخب البلجيكي 7 لاعبين ذو أصول إفريقية، وهم فينسنت كومباني ودريك بوياتا وروميلو لوكاكو وميشي بيتشواي، جميعهم من الكونغو، فيما تعود أصول مروان فيلايني وناصر الشاذلي لدولة المغرب، بينما يعد اللاعب موسى ديمبلي من أصول مالية. المنتخب الإنجليزي أيضا يضم لاعبا واحدا من أصول إفريقية، وهو داني ويلبيك الذي تعود أصوله إلى دولة غانا، حيث لا يوجد أي منتخب من الدول الأربعة المستمرة في المونديال يخلو من لاعبين أفارقة سوى منتخب كرواتيا. أما منتخب الفرنسي فيضم 14 لاعبا من إفريقيا، وهو العدد الأكبر من جميع الفرق بالمونديال، وهم كيمبيبي وستيف مانداندا وستيفن نوزونزي، جميعهم من الكونغو، عثمان ديمبلي ونوغولو كانتي وسيدي بي، جميعهم من مالي، صامويل أوميتيتي، كيليان مبابي من الكاميرون، كورنتين توليسو من توغو، بنجامين ميندي من السنغال، بول بوغبا من غينيا، نبيل فقير من الجزائر، عادل رامي من المغرب، بلايس ماتويدي من أنغولا. الجدير بالذكر أن نادي توتنهام الإنجليزي هو الأكثر مشاركة بلاعبين في المونديال، حيث يبلغ عدد لاعبيه 9 لاعبين، فيما يشارك ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي 7 لاعبين، بينما يشارك برشلونة وأتلتيكو مدريد 4 لاعبين متفوقين على ريال مدريد الذي يشارك 3 لاعبين.